تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتجنات من توقيف مشتبهيهما في العقد الثاني والخامس من العمر في قضية تفكيك ورشة سرية مختصة في صناعة الأسلحة والذخيرة التقليدية. العملية تمت بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتجنات مفادها وجود ورشة سرية خاصة بصناعة أسلحة الصيد والذخيرة ببلدية تجنات متورط فيها شخصان. مواصلة للتحقيق وبواسطة إذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلوم العيد، تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم العثور بمنزل المشتبه فيهما على 4 مسدسات تقليدية الصنع، 4 مجسمات خشبية، مسدسان تقليديان الصنع، نوع كارابيلا، بندقية صيد، أخمص خشبي، ماسورة، سيفان تقليديان، 200 غرام بارود أخضر، 820 غرام بارود أسود، 3200 غرام حبيبات الرصاص، 363 خرطوشة، 287 كبسولة مطروقة، 11 كبسولة جديدة، 28 صمام بلاستيكي، 81 خرطوشة، مكيال واحد، آلة خاصة بنزع وتركيب الكبسولات، 3 آلات خاصة بربط الخراطيش، مطرقة حديدية، 23 أسطوانة حديدية، سلك واحد خاص بالتلحيم، مثقاب كهربائي، قرص قطع الحديد، حمال الخراطيش. على إثرها مباشرة تم توقيف المعنيان واقتيادهما إلى مقر الفرقة للتحقيق ومواصلة الإجراءات. بعد الانتهاء من التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم حجز المحجوزات مع تقديم مشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلوم العيد. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.